قادمة من الصين، سيدة أعمال تشارك دائما في المنافسات والمشاركات. لحظات التتويج هنا كذلك سعيد بن حميد الرزي من خلال الانطلاقة في إعطاء ساعة البداية. بسم الله وعلى بركة الله، اللهم بك بدأنا وعليك توكلنا، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. ها هي انطلاقة هذا الشوط أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء 2 كيلومتر سنصحبكم بها من خلال هذه الانطلاقة وهذا التحدي. أول المنطلقين ها هي أليكس أيضا تنطلق مع أول المشاركين، المرشح الأقوى لانتزاع ناموس هذا الشوط على ظهر الخرم، على ظهر الخرم المركز الثاني، هذه اللي وصلت وتقدمت. هذه أمامكم مشاهدين الأعزاء لورا عزت من استونيا تأتي إلى المركز الثاني على ظهر القرهود، بينما في المركز الثالث وصلت لأودي، أودي على ظهر الشكيل قادمة من فرنسا تتقدم هنا، هي كذلك مديرة حسابات لكنها تعشق الأجن، تعشق سباقات الأجن في مشاركة في هذا اللقاء. المركز الرابع الله شوفوا ريم سالم قادمة حاضرة على ظهر الشبابي من اليمن الشقيقة، تشارك أيضا من خلال هذه المشاركات رحلة الأجانب، وكذلك حضور من دافندر روان من المملكة الأردنية الهاشمية حاضرة الكيلومتر الأخير. يا سلام، عودة إلى أليكس على ظهر الخرم، هي المسيطرة، هي المتقدمة اللي تأخذ الأول وتبغيه بكل مشاركة، تتوج دائما بالمراكز الأولية. شوفوا أليكس من الصين بالمقدمة مسيطر اللورة عزت تحت المركز الثاني في هذه اللحظات. الله، لكن شوف القادمة هذه خطيرة على ظهر الشباب، يشوف ما شاء الله، الله يا خفته نشيطة ما شاء الله على السلالة أسد الميادين، سلالة أسد الميادين. راحت ريم سالم إلى المركز الأول، عساها دوم سالمة. هذه ريم إلى المركز الأول في رحلة الأجانب في الانتصار في النواميس ما شاء الله. شكرا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه الفرصة الرائعة والجميلة لهؤلاء الأجانب في مشاركتهم لتراثنا العريق والكبير. اذا ريم سالم على ظهر الشبابي تنتزع الاول، لا زالت أليكس في المركز الثاني على ظهر الخرم تتقدم. حركي يا اخوي، اضربي حركي شوي أليكس، يلا اللحظات الاخيره، لكن رعية الشبابي مسيطره. ريم سالم في المركز الاول، يا سلامي عليها. هذه ريم أمامكم من المركز الأول، مثل الريم من المملكة، إذن هي فارسة خيل هنا، إذا كذلك هي مضمرة أجن، فارسة أجن. الناموس لريم سالم على انتزاع المركز الأول. أليكس حلت في المركز الثاني على انطلاقتها المركز الثالث، وصلت هنا أودي على ظهر الشكيل المركز الرابع روان لورا في المركز الرابع، المركز الخامس وصلنا إلى دافندر مع روان حضرت في المركز الخامس ما شاء الله تبارك الله. شكرا مركز حمدان بن محمد فعلا لإحياء التراث على هذه الجمعة الطيبة وهذا اللقاء الخاص برحلة الأجانب، فرحين بما ساروا فيه من خلال مشاركاتهم المستمرة في هذه الرحلة ليأتوا هنا من خلال الانطلاق. بالفعل على ظهر الشباب قدمت ريم سالم هذا الشوط المميز، هذا اللقاء المنتظر 2 كيلومترات رحلة الانتصار لها من خلال الناموس. ناخذ التوقيت الزمني يا مخرجنا إن أمكن لنا من خلال هذه الانطلاقة لنتابع مع العشاق هذه لحظات الوصول. هي فرحة بما قدمت من المشاركة من خلال هذه اللحظات، فارسة
خيل لتنتزع الناموس مع الهجن. هنا 3 دقائق 10 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، حلت المركز الأول. إذا مشاهدينا الكرام، ريم سالم من اليمن حيث انتزعت الناموس على ظهر الشباب تهانينا والناموس لها. المركز الثاني كانت المرشحة هنا أليكس على ظهر الخرم أيضا من الصين قادمة وهي سيدة أعمال، انتزعت الناموس بالمركز الثاني 3 دقائق 11 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، شكرا لكل جماهير هذه الرياضة وعشاقها ومتابعينها. شوف المركز الثالث، ناخذ يا ابو بدر، نشوف المركز الثالث حضور من خلال هذه اللحظات ب3 دقائق و14 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. هذه اللي وصلت اودي على ظهر الشكيل، حلت في المركز الثالث من فرنسا حيث انتزعت الناموس وهي تعمل هنا في الامارات مديرة حسابات، لكنها تعشق الهجن وسباقاتها لتاتي في هذا المساء وتشكل كذلك تنافس كبير. المركز الرابع حضور من لورا عزت، حضرت على ظهر القرود، حضرت وقدمت 3 دقائق 17 ثانية، جزء واحد من الثانية. والمركز الخامس، ناخذ الخامس ونعود، هذه روان في المركز الخامس على ظهر ديفندر من المملكة الأردنية الهاشمية، مهندسة كيميائية، 3 دقائق 17 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، شكرا نادي دبي لسباقات الهجن، شكرا مركز حمدان بن محمد رحيل التراد على هذه اللفتة الطيبة وهذا السباق الخاص برحلة الأجانب 2023. شكرا لكم، ونعود مرة أخرى بالمايك إلى الزميل عبد الرزاق محمد في منافسة ولقاء ودي آخر في وكثير من الكلام عن هذه الرحلة القصيرة.